تعز مجموعة من أساتذة جامعة الفلوجة بوفاة العلامة الدكتور عبد الحميد العبيدي، مؤكدين أن العبيدي ترك بصمة في الوسط التعليمي لا تمحى أبدا، في وقت أشاروا فيه إلى أن الفقيد تخرج على يده العشرات من الأساتذة والشخصيات المؤثرة. في واقعة أليمة نعزي أنفسنا كطلاب من طلاب أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمد شهاب العبيدي، ونعزي العالم الإسلامي برحيله. بمزيد من الحزن والألم تلقينا نبأ وفاة أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي، أستاذ العلوم الشرعية في كلية العلوم الإسلامية كلية الشريعة سابقا، وبهذه يعني وبهذا المصاب الجلل نعزي أهله وعائلته وطلبة العلم والأمة الإسلامية بشكل عام وأيضا العراق بشكل خاص. أساتذة جامعة الفلوجة ومحافظة الأنبار عموما وأساتذة العراق بوجه عام يعزون العراق والأمة الإسلامية بهذا الفقيد الذي تخرجت على يده ثلة كبيرة من علماء العراق الذين يقودون الجامعات العراقية والمحافل العلمية فيها. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته.